دكتور حسين بيقول لك منور كابتن اسلام وكابتن سيد، عايزين تحكي لنا كواليس مباراه البرازيل الشهيره. يعني بص، مباراه البرازيل دي يمكن من قبلها مثلا بخمس ست ايام احنا سافرنا، رحنا جنوب افريقيا بعد مباراه في تصفيات كاس العالم، كنا خسرانين ثلاثه من الجزائر في الجزائر. فطبعا ان انت تخسر من الجزائر ثلاثه في الوقت ده وتسافر تلعب البرازيل وقت فانت بقى 18 ايوه فانت يعني شوف الاجواء رايحه فين. فيعني كابتن حسن وكل الجهاز اللي كان موجود وقتها بكل امانه اتعاملوا تعامل كويس جدا، ان هم اتكلموا على بطوله كاس القارات، ان احنا حققنا حاجه ودي المكافاه بتاعتنا، فانت استمتع وانت بتلعب. يعني خرج كل الكلام ده قبل المباراه، انما طبعا لما الشوط الاولاني لما خسرانين 3-1 طبعا الموضوع اختلف بين الشوطين. خلاص فاكر كلمه شهيره للكابتن حسن لما دخل بين الشوطين، قال يا جماعه اللي خايف يطلع اللي خايف يروح. وبيني وبينك 3-1 اسلام الشوط الاولاني، انت ممكن النتيجه تبقى 6 الشوط الثاني. يعني لو فضلت على كده كل ربع ساعه بيدخل فيه الجون كانت هيبقى صعب. انما طبعا الشخصيات اللي كانت موجوده في المنتخب في النادي ده في الوقت ده اظن ان هي كان عندها القدره ان هي تقدر تمسك نفسها وترجع بشكل جيد جدا. طيب تالين تاني بتقول الكابتن اسلام اقتبس اسئلتي. لا انا قلت ان هي اسئلتك يا تالين مش انا والله. احمد بيقول والله انت وحشني يا كابتن، انا من اشد المعجبين بيك، بس انا كنت بحب اللي بيعملوا فيك بركات في كل مكان. مساء الخير يا كابتن اسلام وكابتن سيد، مين اللاعب الحالي اللي هو خليفتك؟ لا يعني انا بختلف مع كل الناس، اللي هو ما فيش حد خليفه حد، امكانياتي غير امكانيات اسلام غير امكانيات كل واحد، ربنا اداله موهبه وبيطلع كل امكانياته، ان ما فيش حد خليفه حد، يعني ممكن اللي موجودين يكونوا احسن مني كمان. تمام. مجدي بيقول احلى مسا عليك كابتن اسلام، منور بيتك وقناتك ومنورنا دايما، احلى تحيه لاحسن بلد، خرجت احسن باكين باك شمال وباك يمين في مصر، واشكرك جدا. وكابتن سيد وطيب الذكر المرحوم طبعا محمد عبد الوهاب. رضا طلعت بيقول لك سيد معوض ابن الاصول المحترم. ميدو بيقول عمر معوض حاجه فخمه، ربنا يحرسه لك يا سيد. يعني طبعا هاخد كل اسئله حضراتكم على معوض الشاطر، ابعتوا لنا كل الاسئله اللي حضراتكم عايزين تسالوها لكابتن سيد معوض.